السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمة. أهلا بكم جميعا في مصر السلام والتنمية، مصر الملتقى التي ينبع من قلوب أهلها الخير للعالمين، مصر مبتدأ التاريخ ومنتهى، مصر التي أراد أبناؤها لها السلام فقاتلوا من أجله، وأرادوا لها التنمية والاستقرار فعقدوا العزم على العمل، وبفخر بذلك التنوع وتلك العيون الشابة الناظرة للغد، وبإيماني بحماس الشباب وقدراتهم أفتتح على بركة الله النسخة الأولى من ملتقى الشباب العربي والإفريقي. ابتدى شباب العالم آفاق جديدة. بقول لكل الشباب اللي موجود، تحدياتنا واحدة، في نمو سكاني كبير وفي تحدي سياسي واقتصادي وأمني، هو بس تبقوا واعيين للتحديات دي وتأثيرها والقدرة على أو أسلوب التغلب عليها. مهم قوي إن إحنا نتكلم مع بعض ونسمع بعض ونصدق بعض ونصدق بعض. شكرا جزيلا. جملة بس واحدة هقولها، ما لدينا في مصر بكل تقدير وتواضع ومحبة نقدمه لكم إن كان ينفعكم. شكرا جزيلا. مصر وادي النيل، الدول العربية والإفريقية، التكامل العربي والإفريقي، سوف نتناقش كيف تكون التحديات وكيف تبدو الحلول. عايزين آلية عربية إفريقية لتنسق وتؤسس لمكافحة الإرهاب. عايزين ندرس موضوع أو اتنين، التعاون المشترك بين أفريقيا والأشقاء العرب لتمويل مشروعات محددة. شباب مصر والعرب وإفريقيا، أوصيكم بالتمسك بأحلامكم والعزم على تحقيقها دون حيود أو انحراف عن أهدافكم السامية. اعملوا بكل جهد واجتهاد من أجل مستقبلكم ومستقبل أوطانكم. اجعلوا الحوار وتقبل الآخر دستوركم، والإنسانية شريعتكم، والعمل منهجكم. عقد النية على أن تجعلوا أوطانكم وعالمكم أكثر سلاماً واستقراراً. معاً نستطيع، معاً نستطيع بالمحبة، بالسلام، بالفهم، بالوعي الحقيقي نستطيع.